ولولا حواء لم تخن أنت زوجها الدهر. يعني سبب خيانة النساء لأزواجهم هو حواء، منها لله منها لله. وده احترام، يعني احترام للأنبياء ولزوجاتهم. قال القاضي: أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنت مع زوجها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معلوم أن أسماء البشر لا تدل على صفاتهم، والخصومة بين الرشد ورشيد دلالة على ذلك. فالتدليس من أجل زيادة مجد الرب منهج سلكه رشيد ولم يحد عنه ولا أظنه سيفعل. ومن هذا التدليس الخلط بين النصوص وتفسير العلماء لها، والأعجب هو اجتزاء تلك التفاسير والانتقاء منها، وهذا ما فعله رشيد، ونبين ذلك فيما يأتي. أولا، ما معنى الخيانة؟ يقول إمام اللغة ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الخاء والواو والنون أصل واحد، يقال خانه يخون خونا، وذلك نقصان الوفاء وهو التنقص. فنقصان الوفاء أمر عام، وما خانت امرأة زوجها لا يقصد به لزوما المعنى المتبادر عرفا، ولكن لابد من العودة إلى لسان العرب الذين نزل فيهم القرآن كما نفعل الآن. وباستقراء نصوص القرآن نجد الخيانة أتت في آيات عديدة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وخيانة الله مخالفة أمره. يقول الإمام الطبري في تفسيره: فقد خانوا الله من قبل، فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر، وأمكن منهم ببدر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى كذلك: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره للآية: يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. فالخيانة لفظ أعم مما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. ثانيا، هل كانت حواء سببا في خيانة الأزواج؟ لم يفعل رشيد سوى اجتزاء بعض كلمات القاضي عياض ولم يأتي بالبعض الآخر، فكلام القاضي عياض رحمه الله بين واضح، وأن حواء عليها السلام هي التي سنت هذه السنة، أي هي التي بدأت بها واتبعتها بناتها. ونظير هذا ما ورد في آدم عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. ولذلك ينقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن القاضي عياض الذي أتى رشيد بكلامه وأخفى الآخر، يقول: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. ولكن رشيد ذهب ليفهم الحديث وكلام القاضي عياض على مزاجه وعلى ما يتوافق مع هواه وما يحرك به مشاعر المشاهدين. ويقول الإمام أبو زرع العراقي في طرح التثريب في شرحه للحديث: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في عشرة النساء إشارة إلى التسلي فيما يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى عليه السلام. فليس في الحديث إساءة أو امتهان لبنات حواء وحاشا، وإنما من لطائف الحديث حث الرجال على الصبر على ما يقع منهن، وذلك لطبيعتهن التي خلقهن الله عليها. يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور. وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن. فليس في الحديث كما هو واضح إساءة لأمنا حواء أو للإناث عموما. ثالثا، عصمة أزواج الأنبياء عليهم السلام. ألقى رشيد بكلمات أوحى بها إلى المشاهد أن الإسلام يقول بعصمة أزواج الأنبياء، وبالتالي فإن الذنب منهن يطعن في الأنبياء عليهم السلام، وهذا خداع كبير.
فقد قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فتلك الآية واضحة أن زوجة نوح خانت وكذلك زوجة لوط، ولم يقدح ذلك في صلاح النبيين نوح ولوط عليهما السلام، وقد وصفا بالصلاح في نفس الآية. وفي الآية أيضا زيادة بيان مع ما ذكرناه في المحور الأول عن معنى الخيانة لا سيما بين الأزواج وعدم اقتصاره على المعنى المتبادر عرفا، فقد جاء في تفسير الإمام الطبري: ذكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة وكانت تقول للناس إنه مجنون، وأن خيانة امرأة لوط أن لوطا كان يسر الضيف وتدل عليه. رابعا، هل أغوت حواء آدم؟ وإن كان هذا هو ظاهر كلام بعض المفسرين مما يوافق ما أتى في سفر التكوين، إلا أن ظاهر القرآن يدل على عكس ذلك. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره: وإثبات العصيان لآدم دون زوجه يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه، فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه. وفي هذا المعنى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن فما خيانة حواء بعد هذا البيان؟ الأقرب إلى الصواب في معنى هذا الحديث هو ما نقله الوزير الفاضل ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح، أنه قيل إن خيانتها لزوجها أنها لما رأت آدم قد عزم على الأكل من الشجرة تركت نصحه في النهي له، لأن ذلك كان ترك النصح له خيانة. فعلى هذا كل من رأى أخاه المؤمن على سبيل ذلك فترك نصحه بالنهي عن ذلك النهي فقد خانه، ولا يخرج هذا من تسمية الخائنين الذين جزم الله سبحانه منهم إن الله لا يحب الخائنين، اللهم إلا أن يسكت تقية فذلك له حكم تعلق به. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: أما خيانة حواء زوجها فإنها كانت في ترك النصيحة في أمر الشجرة لا في غير ذلك، والمراد أن بني إسرائيل لما نهوا أن يدخروا فخالفوا فسد اللحم وأطردت الحال فيه عند كل مدخر، ولما خانت حواء زوجها أطردت الحال في بناتها. وقال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول: خيانة حواء آدم هي ترك النصيحة له في أمر الشجرة لا في غيرها، والله أعلى وأعلم. ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. لو ما كانوش بنو إسرائيل ما كانش اللحم يخنز، تصير رائحته نتنة، أبدا ما كانش يحصل. كانت البكتيريا والميكروبات وكل هذا مش هتشتغل في اللحم. يكفي أن تعلم عزيزي المستمع أن في نفس الكتاب الذي استدل به رشيد وهو مرقاة المفاتيح، وفي نفس الصفحة ومن كلام نفس العالم وهو القاضي عياض الذي استدل به رشيد، يقول في شرحه للحديث: قال القاضي: والمعنى لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى خنز لما ادخر فلم يخنز. فالمقصود بحسب كلام القاضي أن بني إسرائيل هم الذين سنوا ادخار اللحم لذلك خنز، وطريقة التخزين هذه لم تعرف قبلهم، أي أن قبل بني إسرائيل لم يكن هنالك من يدخر اللحم أصلا حتى يخنز. فهذا هو مفهوم الحديث، ولكن رشيد أبى إلا أن يضل الناس على علم. فهل أنت متخيل كم التدليس والخداع الذي بدر من رشيد في هذه الثواني القليلة؟ والله المستعان. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وبما أننا فتحنا الكتاب الذي يؤمن به رشيد، فدعونا نمر سريعا على قصة يهوذا وزوجة ابنه ثامار. ففي سفر التكوين الإصحاح 38 نقرأ من العدد السادس: وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. إذن عير ابن يهوذا مات وامرأته ثامار هي أرملة الآن. نكمل من العدد 13: فأخبرت ثامار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة، فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك يزني بها، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جديي معز من الغنم.
فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. يهوذا زنى بزوجة ابنه زنا محارم. هذا الكلام يؤمن رشيد أنه وحي من الخالق عياذا بالله. ليست هذه المصيبة الوحيدة، بل الطامة الكبرى أن الابن الذي سيأتي من الزنا هو جد يسوع الذي يؤلهه رشيد. نفتح إنجيل متى الإصحاح الأول، نقرأ من العدد الأول. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثامار. ثامار هذه كنته زوجة ابنه التي زنى بها زنا محارم وحبلت منه. أنجبت له فارس جد يسوع الذي يؤمن رشيد أنه إله، يعني الإله أتى من نسل زنا عياذا بالله. نبرأ إلى الله من هذا. ثم يأتي رشيد لينتقد الإسلام. سبحانك ربي أم على قلوب أقفالها. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.